سامي، لقوا القارب تبعي. بعرف، بس سعيد لسه ما بين لهلا، وأنا رح أجن. رضا اسمعني، أنا ماني مطمن. على علمي أنت عندك رجال قبضايات بتوثق فيهم، مو بيقدروا يساعدونا لحتى نلاقي بركي. يعني عم قول منقدر نروح ندور عليه سوا. في واحد بيعجبك، قبضاي ومعلم، بيعرف المنطقة هون كتير منيح، وغطاس وشاطر، ما رح يقلك لا. سامي رجعت؟ كل ما صحيت بتقول سامي وينه؟ فوت خليك معه شوي، أنا رايح. شكرا رضا. ليش طولت؟ كنت خايفة كتير. أي لا تخافي، ليكني جيت. عندي سؤال مهم. إذا كنت أنا لابسة هاد فستان العروس قبل الحادثة، معناها كان عرسي مو؟ طيب يعني أنا كنت عم أتجوز مو؟ طيب عندي حدا بيحبني؟ لو هيك كنت تذكرتي على الأقل، يعني ما كنتي رح تنسي. شو ما بحبه؟ طيب ليش كنت بدي أتجوزه؟ ما بعرف يا سوزان، أنا جبت لك هاد. هذا اللون أنا كتير بحبه، تعرف؟ في كتير شغلات عم بقدر أتذكره، بس باقي الشغلات نسيته. بتتذكري؟ بدلي أوعيكي هلأ، لأنه نحن لازم نمشي. بلاها سامي، خلص خلينا هون. إذا طلعت من هون ما بعرف حدا وما بعرف وين بدي يروح. خلاص أنا رح أكون معك، ولا يهمك، أنا ما رح أتركك بنوب، فلا تخافي. سامي لو سمحت. شبنا خلاص. طيب يلا البسي، بتلاقيني ناطرك برا، لا تطولي. ما بطول. عمي في حدا ضربه؟ هيك رأيكم انتو؟ اوف مبين كتير. تعرفوا اذا في عندكم بالمنطقة شي دكتور يا اولاد؟ في دكتور بهداك الشارع. مرحبا. منيح اللي اجيت بوقتك، وصينا. أنا بتشكرك على كل شي عملته معنا. موفقين ابني. اسمع، أنا كتير مصمم إنه لازم أدفع لك حق القارب، ماشي؟ ابني ما في داعي، المهم هلأ نطمن على أخوك. أي إن شاء الله. أخي رضا، نحن اتفقنا إنه ما نخبر حدا بالموضوع، حتى إذا لو أخي سعيد، لأنه ما بدي يعرف. أنا ما رح أقول لحدا بنوب.
اطمن انت. انا جاهزه بنتي، لازم تحطي خرزة زرقاء. شكرا لك على كل شيء. شكرا. إذا رحت من هون أحسن، طريق فاضي. وضعك الصحي صار هلأ مستقر؟ يعني أنا اليوم فيني أطلع؟ مو اليوم، نحنا رح نخليكي عنا يوم تاني لنطمن. يا الله، كنت حابة أطلع اليوم لأني اختنقت من المشفى. بلقيس ما بيصير، أنت تعباني هلأ، لازم ترتاحي شوي. اسمعي الكلمة، خبروني أي شي بيلزمكن. شكرا لك، سلامت. إيه كلهم يومين بتطلعي حبيبتي، وحياتك أنا كتير فهمان حالتك وبعرفها. هالشي صعب، صعب كتير حبيبتي. لما نطلع من هون من المشفى رح أخدك على مرمريس. مرمريس؟ إيه ليش لحتى ما نروح عليها؟ أصلا نحن اسطنبول شو قلنا فيها؟ ما قلنا فيها غير بعضنا وبس، ولاد ما فيه ولا أهل ولا أحفاد ولا رفقة. بس يا ريت كان في عنا ولد يا بلقيس. ما بدي صبي، بدي تكون بنوتي أمورة، وبدي إياها تشبهك. سامي أنت عم تهتم فيي كتير كأنك الشخص نفسه يلي كان بده يتجوزني. لو كنت انت مو كنت رح تخبرني؟ سامي انت متجوز؟ يعني عندك اولاد ومرأة؟ احكي. ها ليكي تفرجي. شوف قد ايه حلوين، خلينا ننزل شوي. هلا يلا، الله يوفقك. ماشي. تفضل. ايدي عم تجعني كتير، ويمكن يكون مكسور كتفي. صاير معك حادث؟ مو من المنطقة ما؟ وين الدكتور؟ ليش عصبت؟ روق شوي، طول بالك رح ناديله. عبي الإطبارة لبين ما نادي للدكتور واجي. ارتاح.
نشوف شو اخرتها معك يا ختيار النحس. لا شو يعني انت مو ناوي تحل عنا؟ اول شي بتخرسي وبتنقل عن وشي. البيك جوا مو؟ لا برا. لحاله؟ طلعي فيني. احكي شو حكيتي له؟ لكن طيش شو حكيتي له اه؟ مين قال لك اني انا حكيت له؟ بتكون سوزانا وشاهينا زنين اللي حكوا للبيك عنك بس انا ما دخلني ابدا. انتو كلكم بهالعيله لسانكم طويله ها؟ احكي لي لشوف شو بيعرف. انك عم تلحق للبنت طول الوقت. يا امينه شو اجى الشاب؟ اجى يا بيك رح يفوت لعندك فورا. شو اخر حدث صاير معك ومتذكرتي؟ بأزمير كنا بالمستشفى هداك اليوم وبابا كان نايم. لا بابا كان متوفي، كنا بجنازته 4 أو 5. مو متذكرة غيره؟ عم ألعب بالحبلة يوميتها. هالحدث كتير قديم؟ مو قديم، ما كنت صغيرة، كنت لابسة فستان، الجو صافي وأنا كنت عم ألعب. زمير وبيتي كمان. هلأ مبدئياً الأحداث يلي ذكرتي لي إياها بتكفي. ما بتكفيني إيه؟ مسحت بارح واللي قبله كتير عم حاول بس ما عم بقدر ابدا. مسحت كلها. خلص لا تضايقي حالك، فتره وبتمرق. هالشي بسبب الحادث يعني ذاكرتك شوي مخربطه ومشوشه. واذا ما تذكرت طيب؟ رح تتذكري ما في شك، بس تكوني مرتاحه رح تتذكري كل شي. سمعت كم شغلة عنك ضايقوني كثير. ليك لما وظفتك قلت لي انك كثير محتاج وانه هن ظلموك وانا وثقت فيك، بس غيبت لي املي لانه كنت عم تكذب علي عينك عينك وما خجلت. من بعد اذنك يعني بدي اقول لك شيء مهم. ثقتك هاي كثير بحترمها، بس كان لازم خبرك من الاول اني بعرف اخوك. هلأ أنت بتعرفه لأخي حسني الله يرحمه؟ كيف لك أنا؟ بعرفه كتير منيح، هو اللي رباني، حبيته مثل أبي، حتى كنت حسه أبي عن جد. الله يرحمه ويحسن إليه. يعني الأعمار بيد الله يا عمي، أنت حقك تزعل وتكون مقهور، وإذا بدك قلعني من هون. المهم هلأ تعرف أني طلبتها منه. طلبت سوزان؟ والعم حسني كان موافق، حتى انه تمنى لنا انا وسوزان حياة سعيدة. طيب ليش سوزان ما حكت لي هالقصة من قبل؟ زعلانة، منتناقر منتخانق كل الوقت، يعني متولدة وبفترتها خسرنا لعمي. الله يرحمك يا أخي ويحسن إليك. آمين. ومن بعدها سوزان اجت لعندك وأنا لحقت لهون. لا تفهمني غلط، بعد ما صارت عندك يعني شافت حالها شوي، صارت غنية وأنا فقير وبعدتني عنها. وأنت لحتى تتقرب منها حاولت تلاقي لك وظيفة عندي ما هيك؟ أنا كل غايتي من هاي الوظيفة كانت أني ضل قريب منها وشوفها عطول. بدي إياها تعرف أنه أنا بحبها. عم تفهمني مو؟ أيه. وهذا هو كل شيء، والباقي بتعرفه. طيب روح بنحكي بغير يوم، تيسر يلا. عمي أنا بعتذر كتير على خطأي، سامحني. خلص هلأ خلص امشي يلا، أنا عندي شغل يلا.
دكتور شو لازم ساوي؟ مبدئيا أهم شيء أنه ما نضغط على المريضة لتتذكر، لأنه هيك بيصير الضغط ببعد الأحداث عن الذاكرة، ورح تكبر مع المشكلة بهالطريقة ورح تتحول لعقدة. طيب أهم شيء ترجع لنفس المكان يلي هي تربت فيه، لأنه بيساعدها لتتذكر كل شيء. يعني المفروض ترجع بيت الأصلي؟ طبعا، ولازم تعيش مع ناس بتحبهم مثل عيلتها، رفقاتها بالشغل، أصدقاء المقربين. بس إذا انعزلت عن العالم وبقيت لحالها، وضعها للأسف رح يسوء كتير، حتى إمكانية علاجها رح تصعب علينا. عن إذنكم. شكرا. ما بصير تحكي بهالطريقة زينة، حرام الولد مانو لعبة، كل ما داق خلقك منها بتزتيها. والله يا شاهي ما عم ياكل، شو أعمل؟ بدل ما عم تبكي المفروض تلاقي حلول، هيك الأم بتعمل. هلأ هيك الأم بتعمل؟ أنت شو بتعرفي عن الأمومة؟ آه جاوبي، تعذبتي وأنت عم تولدي بعد ما حملتي ببطنك 9 شهور؟ ايه صح، أنا ما بفهم بهالشي. أول ما عرفت إني حامل جبرت وقتها إني نزل وما لحقت أتهنى فيه. بعتذر منك، أنا ما كان قصدي زعلك، والله لا تاخدي على كلامي. يا ريتني جربت إحساس الأمومة، يا ريت يكون عندي ولد وقتها بربيه لحالي وما كنت طلبت مساعدة من حدا، كنت رح كون أسعد وحدة. زعلتي مني؟ ماني زعلانة منك زينة، لا تفكريني مقهورة بروب. لأنك ما عشتي هالشعور من قبل، الله لا يقدر إنك تعيشي. بياخد العقل. هلأ هاد بيتك انت؟ بيت العيلة، يعني بيتي، بس من فترة طويلة ما عاد حدا اجا ولا حتى انا. كأنه كان في عندك كلب؟ ايه كان عندي من زمان. بتحبيهم للكلاب؟ بحبهم. شو رأيك ناخد هدول لجوا وبعدين منتمشى؟ ماشي. ليش واقفة؟ لحظة لقيم الغطاء. حاسة حالي دايخة. طيب لكان نرتاح شوي. ايه احسن. سامي؟ نعم. بدي اتشكرك على كل شيء. العفو. مساء الخير أخي.
مساء النور. أنا بصراحة صار معي حادث. الحمد لله على السلامة. شكرا. ولازم أطلع بسرعة على اسطنبول، بس المشكلة وقت صار الحادث ضاع مني الجزدان وما بقي معي مصاري بنوب. بس لا تاكل هم الإجرة أنت، وقت منوصل رح أحكي مع رفيقي وباخد منه هنيك وبحاسبك. طيب لنفرض أني وصلتك وحكيته لرفيقك وما رد، أو شفته وما كان معه مصاري، وقتها شو بدك تعمل؟ هلأ مو وقت هالحكي، كلهم كم ليرة رح أدفع لك. لك أخي ليش ما عم تفهم؟ آه هالكم ليرة اللي عم تحكي عنهم أنا عم اشتغل من الصبح للمساء مشانهم. العمى على هالقصة. ساعتك تقليد؟ لا مو تقليد، أصلية وسويسرية كمان. شو عم تقلي تقليد؟ دافع حقها 25,000 ليرة. مساك شوفها، طلع على الرقم التسلسل اللي بيبين معك انها أصلية. شوف شو رح توصلني؟ مو شو رح توصلني ولا بروح؟ طلع فيني، بدك توصلني على المكان اللي بدي اياه، مو بتتركني بنص الطريق وبتروح. ماشي عم تفهم علي؟ لك شو شايفني قليل اصل؟ يلا خلينا نمشي. ألو سامي، وينك يا ابني؟ بابا قلت لك انه رايح دور على سعيد. تركنا منه هلأ، ما بدي شوف خلقته بالمرة، وطالي راسي بسبب عملته. بابا شو عم تحكي انت؟ اتصلت بخليل من شان قل له الحمد لله على سلامتك واتطمن عليه. طيب بابا بس ليش لحتى تتصل فيه؟ ليش زعلان عليه؟ شو هالحكي هذا يا ابني؟ طبعا بدي اسأل عليه لانه كان رح يصير صهرنا. بابا هالواطي هذا ما بيستاهل يكون صهرنا ولا بيستاهل سوزان. خلاص انت لا تاكل هم، انا بحاول اني حله. من شان الله حاج حكي فاضي، شو شايفني ولد صغير وقاعد عم تضحك على عقلي؟ ما بدي تحل مشكلة سوزان وسعيد، بدي اياك تحل مشكلة مرتك. امتى رح ترجع وانت وياها؟ طيب بابا ماشي مسافة الطريق وبكون عندك تمام؟ شو بتحب ساوي لك، شاي ولا قهوة يا بيك؟ ساوي لي كاسة زهورات لأنه مالي قدران اشرب منبهات. حاضر. تفضلوا. مساء الخير. أهلين وسهلين. أهلين فيك عم. خير إن شاء الله ما في شيء يا ابني. جايين نشوف سعيد تونجا وسوزان تونجا منشان ناخد إفاداتهم. ايه روحوا دوروا عليهم، وإذا شفتوهم خبروني. معنهم بالبيت؟ الاثنين مو هون، بصراحة بالعرس صارت مشكلة، ومن وقتها اختفوا اثنيناتهم، وما بنعرف وينهم. معنا أمر تفتيش، متأكد إنه الاثنين مو بالبيت؟ ايه طبعاً، ولو بعرف وين أراضيهم كنت خبرتكم دغري، فهمت؟ وبعدين ليش بدكم تفتشوا بيتي بحكم شو؟ شايفيني عم كذب عليكم؟ عفواً يا عم، بس نحن عم نعمل واجبنا. إذا بدك تقوم بواجبك ما بتتعامل بهالطريقة، عم قلكم ما بعرف وينهم. انت مو جاي على بيت مشبوه لتجيب امر تفتيش وترفع بوشي كاني قاتل قتيل. نحن مضطرين نتصرف اذا حضرتك مصر تخبي ابنك. وبعدين مع هالقصه ابني معامل شي لحتى اتستر عليه وخبيه، بس عن جد مو بالبيت. ابنك سعيد تونجا متهم بطعن السيد خليل جانداش وبمساعده سوزان تونجا، بعدين هن الاثنين هربوا سوا. ما بطول راجع. واقف واقف لوين؟ طول بالك، لك شو عم تعمل؟ هلا ما عاد تعرفني؟ من وين بدي اعرفك؟ لك شبك انا كل ليله بجي لهون، بس اليوم صار معي حادث والا ما كنت اجيت بهالحاله. اكيد ماني جاي لحتى اسهر، بس بدي فوت 5 دقائق اشوف رفيقي جوا واطلع فورا، فهمت؟ طيب خلاص احكي معه تليفون وخليه يطلع لعندك، ما حخليك تفوت بهالمنظر. عم اقول لك عملت حادث وراح الموبايل، شبك؟ لو كان معي ما بجي لعندك.
بعدين مين انت لتحكي معي بهالاسلوب هاد؟ مساء الخير. مساء النور، تفضل. اسمعني ولا امشي من هون بسرعه، يلا بلا ما ابتلي فيك. روح قول لمعلمك يجي لهون، قل له لسليم سعيد واقف برا. يلا لكن اقلع من هون عم بقول لك. مو ناقصني غير الشرطة. اطلع بسرعة. مساء الخير شباب. مساء النور استاذ، تفضل. ليش ما عم بترد علي يا سامي؟ فقتي بلقيس؟ فقت. حطهم هون لو سمحت. اخذت اذن الدكتور لانه ما بتاكلي من المشفى، وجبت لك وجبه خصوصي من برا. يسلموا. روق، شو صار لك؟ شو ساوي، ايدي مو متعودين غير على حمل السلاح. خلص بس تطلعي من هون رح وصيلك على خدامة، وهيك ما بيضل عندك شي غير الطبخ، لأنه الطبخ من تحت إيديكي ما بيتفوت أبداً. افتحي تمك. مساء الخير. مساء النور. أهلين. تعال شوي أخي. خير سامي؟ شوفي سعيد مو مبين بنوب، بتعرف عنه شي؟ لا، من زمان ما عاد حكيته. ليك الوضع خطير، إذا بتعرف قلي. احكي أغيض. بصراحة دقيت له اليوم بس ما قدرت حكي لأنه كل الوقت موبايله مسكر. بدي أسمع صوته، من صوته بتطمن عليه. سامي والله ما بعرف وين. أول ما يحاكيني رح حاكيك دغري وقول لك وين. ماشي، بس ليك إذا أجل عندك قل له أخوك عم بيحاول يساعدك. ماشي، تكرم عينك سامي. ليك يا سيد أحمد، إذا عرفت أي شيء عن ابنك لازم تبلغنا فورا. بعد يلي عمله هو ما عاد ابني، ولا عندي بنت أخ اسمها سوزان، لأنه يلي بيحاول يقتل إنسان ما عاد يعني لي. وبعدك بس أعرف عنهم أي شيء رح أجي وسلمهم للعدالة بإيدي. طيب شكرا لك، يلا عن إذنك. ما دخلني بابا، أنا ما لي ذنب، ما لي ذنب. والله هي مو حالي، بعد ما ربيتكن وتعبت عليكن ولسه ما قلت خلاص بدي ارتاح. رجعت وقعدت بوشي مرة تانية وجبتوا لي هم ولد صغير كمان. إيه لكن حماتي بتكون تتحملوا، مو حفيدك. بس يا أمي ليكن ولد نايم مثل الملاك. ملاك بس بعد شوي رح يرجع يفيق ويطلع عيوننا يا ربي. ايه زينة ما بدها، حطي له الببرونة بيسكت، مع انه الحليب غليان بهالايام. شاهيناز وينك يا بنتي؟ انا قاعدة عند امي. عمي خير؟ شبكو كتير تعبان بهالكم يوم، ومن شوي اجوا الشرطة وعم يدوروا على سعيد وتهمته شروع بالقتل. قال سعيد هو طعنه لخليل،
وبعد العرس اختفى. ما بعرف شو بدي أعمل. طيب عمي خلص لا تاكل هم، جاي لعندك فورا. لوين هلأ؟ العم على هالمصايب. بابا ليكو صدق كل هالحكيات وتبرى مني. معلم أنا برأيي قبل ما تفكر بأي شيء خليني أخذك على المشفى ويشوفوا وضعك. ماني بحاجة للمشفى، وضعي تمام. والله خايف يصير لك شيء وبتلقنا فيك. بالأول روح اطمن على صحتك وفكر مثل ما بدك بعد ما تطمن على وضعك. مو معقول ابني، أنا مستحيل يفكر يقتل بالمرة. كيف صار هالشي؟ لك كيف؟ والله سعيد إذا شاف جاجة مدبوحة بغوطين دغري، يعني مستحيل يكون هو اللي عمل هيك بسيد خليل يوم عرسه. الشرطة قالوا لي إنه هو يلي طعنه، لو مو متأكدين ما بيحكوا هيك. آخ منك يا ابني، بحياتي ما توقعت منك اللي عملته. آه عقلي ما عم يستوعب اللي صار. مو معقول. يي شو صار له؟ مشان الله الحقوني رح يموت. دخيلكم ساعدوني. شبكي لساتك واقفه، روحي جيبي دواء بسرعه. حاضر حاضر بابا، راح اجيب الدواء. هاتي الدواء. تعي امينه في دواء بالدرج. شاهيناس روق عمي، خد بلع هالحبة يلا. دورت بغرفته ما لقيت شي. شاهيناس أمينة جيبي لي مي. حاضر. بدهم يزتوا لسعيد بالسجن. خليل، خليل كان رح يموت على ايد سعيد يا بنتي، عرفتي بهالشي؟ ريح حالك وخد نفس يلا. هو يلي طعنه لخليل. عمي لا تفكر بأي شي، حاول تهدى. بابا خير؟ بابا شو صار لك؟ وين كنت لهلا؟ كنت مشغول بس اجيت اول ما خبرتني. بترجاكم، ما بدي اياكم تتركوا بعض. سامي شفتك غرقانة بالنوم لهيك ما حبيت فيك. صار عندي شغل بخلصه وبرجع فورا، ما رح أتأخر عليك. لا تفتح الباب لحدا. سعيد رح يموتني. بابا اطمن، مستحيل سعيد انه يعمل هيك شي. الواطي خليل ورا هالقصة، عم بيعمل هيك لحتى ينتقم منه. يا ابني ما عاد أعرف كيف بدي أخلص من هالموضوع. عمي أجل كل شي للصبح وحاول ترتاح شوي. هلأ وضعك مو متحمل بنوم، شو رأيك تطلع على غرفتك ترتاح؟ معك حق يا بنتي، لأنه ما عاد فيني أفكر بشي. بابا أكيد مالك محتاج للدكتور؟ أنت بتعرف أنه علاجي مو عند الدكتور، عند أخوك. أمينة وصلي عمي على غرفته وحطي جنبه كاسة مي. حاضر. طلعي على مهلك. ايه. كنت رح جن وقت شفته بهالحالة، والحمد لله لحقته بالوقت المناسب. شكرا لك شاهيناس، يمكن لو ما اجيتي كان أبي. سامي لا بقى تترك عمي لحاله أبدا، وأصحك بحياتك توثق بأمينة. هاي المرة بتضر أكتر ما بتفيد، صدقني. شاهيناز متأكد رح تديري بالك عليه أكتر مني. مشان هيك أنا بدي أطلب منك هذا الطلب، بدي تديري بالك على بابا بهالكم يوم. إيه عم تطلب إنه أبقى هون؟ إيه نعم. هو بالنسبة إلي أب،
وأكيد ما رح أتخلى عنه بهذا الوضع. وإذا أنت هيك بدك طيب. شكرا شاهيناز، أنت وفية وبنت أصل. أنا طالع لغرفتي. مرت عمي ليش هيك عم تعملي؟ يلا ردي بقى، هلا بتفيقي لنا الولد على الصوت. ليكي امي اذا فاق انت رح ترجعي تنيميها. فهمنا. اهلين شاهيناز. يا حرام سلامة قلبه، والله الزلمة قلبه مو متحمل هيك قصص. امي لساته عايش لهلا. ايه ولو بنتي طبعا مو مشكلة، هو كمان بيضل بمقام ابوكي. لا إذا سامي ترجاكي مشان تضلي جنب أبوه ما عندي مانع. لكن شاهيناز وثقي فيني. آخ آخ، أول ما بقي لحاله حس بإنتك دغري. طيب حبيبتي روحي ارتاحي ومنحكي بكرة. ولك هذا سامي ترجاه حتى تضل عندهم. إيه يا ربي دخيلك، إن شاء الله بحن قلبه وبترجع لبيتها وبيتصالحوا. إيه إن شاء الله، ألف مبروك حبيبتي. أنا كتير تعبان، بدي أحط قطن بأدنية ونام. ماجد ما عاد بدي أسمع ولا كلمة. ماجد استنى بورجيك. يا ماجد مضطر أني روح. لوين بدك تروح؟ مشغول بالي على سعيد. طالما أنت رح تضلي جنب أبي فأنا صار لازم روح دور عليه بسرعة. يلا نزيل. شو عم تنطر؟ هاد معجوق، خلينا نشوف غيره. اما هيك الاسعاف دائما بيكون معجوق. ليك اخي اذا انت هربان من حدا وما بدك ياه يعرف وين مكانك، هون ما رح يلاقيك وما حدا رح يسألك عن شي وانت بهالحالة. طيب خليك لبين ما ارجع. بتطلع بروحك. حاضر ماشي ماشي. طيب طيب طول بالك بسرعة. هيك مشيت. اهدى اهدى ويا كلمة. انت شو اللي بدك يا مني؟ بدك مصاري بعطيك وبدك روحي خدها. اللي ليش عم تلحقني؟ انا ما عم بلحقك يا ابني، بدي اشوف شو قصتك وبس. انت هربان مو؟ ما دخلك. انت شرطي شي؟ لا مو شرطي، انا محمود.
ولك ما عم بسألك عن اسمك. روق خلص روق. من كل عقلك بدك تخوفني بهي؟ شو فكرها مسدس؟ لك نزلها وبلا جنان.